فالكاتب الصحفي الأستاذ وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور. برحب بيك يا فندم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. عايز أعرف من حضرتك، يعني شفت إزاي قرارات الرئيس النهاردة وتحديدا للقوات المسلحة، واللي طبعا هيكون ليها دور بارز في مواجهة التحديات والأزمة الحالية؟ الرئيس السيسي منذ أول لحظة في قيادة مصر وهو يؤمن بفكرة رعاية الدولة للمواطنين وللمواطنين البسطاء، ويعني بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وبالتالي هي قرارات مهمة جدا في إطار حرص الرئيس على الشعب المصري، على تلبية احتياجات الناس، على إحساس الدولة بمواطنيها، وعلى أيضا مراعاة الظرف العالمي. نحن في أزمة عالمية تسببت في ارتفاع الأسعار، وبالتالي هنا الدولة بتمارس دورها في رعاية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم. لا تترك الدولة المواطن بمفرده ليواجه غول الغلاء أو فوضى الأسعار أو تلاعب البعض حتى لو أقلية من التجار، ولكن تتدخل من خلال مؤسساتها القوية القادرة. صحيح. لعرض زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة، بل بأسعار مدعومة أيضا للمواطن المحتاج، يجد حق في هذه السلع التي تم عرضها بوفرة، والمواطن القادر يشتري وفق ما يحتاجه من السوق. فهنا يعني في الحقيقة خطوة لابد من تحييدها وفهمها في إطار رعاية الدولة لمواطنيها. أستاذ وائل، يعني شفنا توجيه صريح بأن يتم تجهيز 1,000,000 حصة غذائية بتتوزع على مختلف المحافظات. لو يعني نوضح أكتر للمشاهدين، الحصة الغذائية دي هتكون مكونة من إيه؟ يعني هو طبعا يعني التفاصيل الفنية طبعا هي لا تهم، إنما هي بتبقى مكونة من الاحتياجات الرئيسية اللي بتحتاجها الأسرة المصرية في شهر رمضان. يعني التجارب السابقة الدولة بتوفر حزمة من السلع التموينية الأساسية اللي بتحتاجها الأسرة المصرية، حتى الأسر البسيطة يعني يبقى عندها حظ في شهر رمضان من وجبة غذائية جيدة. فاحنا بنتكلم على يعني السلع، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الصلصة، يعني ما يحتاجه البيت المصري البسيط لكي يتساوى المواطن يعني بسيط الدخل أو الذي يعني عكسته ظروف الغلاء، إنه يبقى عنده فرصة إنه هو الاحتياجات الأساسية على الأقل تكون ملباه. احنا شفنا كمان من ضمن التوجيهات ان هيكون في منافذ ثابته او منافذ متحركه. احنا بالفعل كنا يعني بنشوف في منافذ للقوات المسلحه يعني بتوفر مختلف السلع. هل ده يعني يتم القصد ليه ان يتم تكثيف تواجد المنافذ دي وزيادتها، ولا هيكون ليها شكل مختلف؟ هو طبعا هنا انت بتتعاملي مع ازمه القوات المسلحه بالذات، يعني فيما يخص الجزء الذي ستوفره القوات المسلحة، هي عندها طريقة في التوزيع بتبقى منظمة، وبتبقى الهدف هو يعني توفير السلعة في أماكن مختلفة. فبما إن أنا بتعامل مع رقم كبير جدا 1,000,000 حصة غذائية، المنافذ الثابتة طبعا لن تكفي لتوزيع هذا الرقم الكبير، وبالتالي احنا بنتجنب التزاحم وعايزين تسهيل الامر على المواطنين، وبالتالي من الطبيعي جدا ان تكون هناك نقاط توزيع في اطار الاماكن المختلفة في المحافظات المختلفة. فدي بتتحرك بسهولة، ان انا النهاردة في الشارع ده، بكرة في هذه النقطة، بكرة في هذا الميدان، واقدر البي احتياجات كل المناطق المختلفة يوم بعد يوم، وبخطة انتشار منظمة. وأنا عايز أقول إن الرقم ليس مهما، الفكرة أن الدولة بتقول وأن الرئيس بيقول إن أنا
سألبي احتياجات جميع المواطنين. فلو احتاج الامر اكثر من مليون تاكدي انه هتلاقي اكثر من مليون طبعاً. يعني هي مش الفكره ان احنا نقول يعني تحليل يعني لما يحدث، لا ده احنا مع المواطن حتى لا يشعر اي مواطن بالاحتياج او بانه تواجه الظروف وحده او انه يعني الدنيا اصبحت قاسيه عليه. بالعكس هنا الرئيس بيقول ان الدوله في ظهر وفي مسانده كل مصري محتاج.